السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال مزيانة. وصفتنا لليوم كيك يومي، كيجي خفيف وقطني خطير جدا بالمشمش. كنتمنى أنكم تجربوا الوصفة لأنها تستحق تجربة. بحال دائما نخليكم مع الطريقة والمكونات، فرجة ممتعة، مقاديرها ماشي مكلفة بزاف. نخليكم مع الطريقة. عندنا 4 البيضات، 200 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال السكر، قبصه ديال الملحه، 50 غرام ديال بودره اللوز، 150 غرام ديال الدقيق، واحد فاني ديال الزهر، واحد حلوه خماره، 100 غرام. عندنا هنا نص كيلو ديال هذا النيش او المشمش. اول حاجه غادي نخدموا البيض. غادي ناخذ واحد جوج ريسيبيون، واحد نديرو فيه بياض ديال البيض، واحد نديرو فيه صفار ديال البيض. هنا غادي نجيبو الصفار ديال البيض. هذاك 150 سكر غادي نديرو 100 غرام ديال السكر، و 50 غرام غادي نديروها مع بياض البيض. هنا غنديرو 100 غرام. هنا غادي نخدمو البيض ديالنا حتى يولي بيض. غادي نزيد الفاني، نخدموه مع صفار ديال البيض. ثم ديروا فاني عادي، انا درت هذا ديال الزهر. هنا ملي يطلع لنا صفار البيض مع السكر كنزيدوا الزبده. انا هذا المقطع تقطع ليا، ضروري انكم تزيدوا الزبده. هنا اهم حاجه ديال الزبده ضروري خصها تكون الحراره في المطبخ. دابا غادي نزيدوا الدقيق، انا هذا راه مغربل. ونزيدو الخمارة 100 غرام، غادي نغربلها. صافي، دابا غادي نخلط كلشي ونزيد البودرة ديال اللوز. بعد ما خلطنا الخليط الاولاني غادي نجيبو دابا بياض البيض، نديرو فيه واحد الطبيصه ديال الملحه، الشيشه، ونبداو نطلعو ونزيدو ديك السكر اللي خلينا 50 غرام. من بعد ما طلعنا المورانغ ديالنا غادي ناخذ شويه المورانغ ديال البيض وندخلوه في هذا الخليط.
نصبوه غير من الفوق لتحت بيد ما يترخف معنا الخليط ديالنا، ونبقاو غاديين بحال ما هكا. نخدمو غير بسباتولا. في الخليط ديالنا هو هذا اللي حصلنا عليه، غادي نخويه في المول، يكون القطر ديال المول 22.20 ديال السنتيم. انا غندير هذا مربع، نتوما راه يمكنكم ديروا دائري. فرشته بورق الطهي باش ما يلصقليش الكيك في المول ويجيني ساهل باش نديموليه. هنا غادي نساوي السطح ديال الكيك، ومن بعد غادي نجيب المشمش ديالي ونحاول نسد فوق. هنا عندي تقريبا 13 حبة ديال المشمش، نص كيلو تقريبا. صافي، غادي نستمر بهذه الطريقة حتى نسالي وندخلو الفرن على درجة 180 حتى يتحمر. هنا غادي ندهنها بشوية ديال النافاج باش تعطيني ديك اللمعة. إذا عندكم الكونفيتور ديال المشمش يكون أحسن، ما عنديش، غادي ندير هذا النقاش. وفي الجناب غادي ندير واحد رشيشة ديال السكر كلاسيك